فإذا الغاية ألا تصل ثقافة أهل البيت إلى الناس، فكيف سيقتل الرواة مرة بقطع رؤوسهم وأخرى بحبسهم وسجنهم وأخرى بوضع العوائق أمامهم وأخرى بقطع أرزاقهم بحيث أن حياتهم ستصبح مشلولة فلا يستطيعون أن يتحركوا بشكل صحيح، وأخرى بتشويه سمعتهم. وتحريف كلامهم وتهييج الناس عليهم وأخرى بمنع الناس وتشكيك الناس فيهم بمنع الناس أن يستمعوا إلى حديثهم، لأن الهدف هو منع وصول حديث أهل البيت إلى الناس. فهذه العملية جارية على الأقل بالنسبة لي، ولا أريد أن أقنعكم بما أنا مقتنع به. إنني منذ أكثر من 40 سنة أنا أنشر حديث أهل البيت، لقد لاقيت ما لاقيت في هذا الطريق وإلى هذه اللحظة. صدقوني، لا نشرت فكرا ماركسيا ولا نشرت فكرا وجوديا ولا تحدثت عن أي فلسفة من هذه الفلسفات التي أنا مطلع على تفاصيلها. ما حدثت الناس بحديث في هذا المجال، ولا دعوتهم إلى فكر باطني يحارب الفكر الظاهر. منذ أن تحدثت في أول حديث لي وإلى الآن وأنا أقول من أن الدين ظاهر وباطن، مثل ما يقول محمد وآل محمد، لأنني مؤمن بظاهرهم وباطنهم. ولا حدثت الناس بحديث النواصب ولا ولا ولا، إنني ما نقلت إلا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. ربما أخطأت في مكان أو في أمكنة اشتبهت، تلك هي الأخطاء البشرية العادية والاشتباهات البشرية في النقل، لكن المنهج والمسار هو هذا، وأحاديثي ومحاضراتي ومجالسي ودروسي منذ الثمانينات يتوفر الكثير منها على الشبكة العنكبوتية. يمكنكم أن تتفحصوا ذلك بأنفسكم وأن تتأكدوا من صحة ما أقول. والله لقد حاربوني في جميع الاتجاهات وإلى هذه اللحظة. جريمتي الوحيدة نشر حديث أهل البيت، فأنا راوية من رواة حديثهم. لا يستطيع أحد في الوسط الشيعي ممن يعرفون أهل العلم وممن يعرفون الجو العلمي الديني
الشيعية أن ينكر ذلك علي، فأنا راوية من رواة حديثهم، لكنني أقول لكم ما أنا بحجة على أحد، حتى لا تتصوروا أنني أشير إلى التوقيع الشريف من أن رواة الحديث حجة عن صاحب الأمر. أنا راوية للحديث، إذا كنت حجة فأنا حجة على نفسي، لأنني محجوج بعلمي، لست حجة على أي أحد حتى أسرتي، لست حجة على أسرتي الصغيرة، أنا حجة على نفسي محجوج بعلمي، ولا أقول غير ذلك، لكن بالنتيجة فأنا راوية من رواة الحديث، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك علي. إنني أتحدث في أجوائنا الحوزوية، في أجوائنا العلمية، في أجوائنا الشيعية، في أجواء النجف وكربلاء، في أجواء قم، لا يستطيع أحد منهم أن ينكر ذلك علي. لقد واجهت ما واجهت وإلى هذه اللحظة، ولن يتغير ذلك إلى آخر لحظة من حياتي. هذا هو الذي أنا أعرفه، وهذا هو الذي عشت معه طيلة حياتي.